أكيد بدهم يحاولوا يوصلوا لي بأي طريقة، وصولهم إلي معناه موتي. رح أضل عايش في الخوف. فوتي ولا فوتي، إن شاء الله بتخلص روحك، إن شاء الله إن شاء الله الله بأخذك وبخلصني منك يا رب. هم بصراحة بشكل أساسي هم ضحايا، ضحايا ثقافة، ضحايا عدم الوعي، ضحايا بيئة، ضحايا تنشئة مش سوية، ضحايا الفقر، ضحايا منظومة كاملة صارت زي يعني لفت حواليهم زي بتر عنكبوت فسقط. ماشي ماشي، بس مش عارف وين بمشي، ولادي معاي، وتخيل يعني وقت غروب وفيش حدا بالشارع ولا شيء. ماشي بس مش عارف وين بالضرورة، يعني بحس حالي ماشي والدنيا مظلمة في وجهي، مش عارف وين بالضرورة.